مالكش بلعب دعوة هي بقى بتتكسر وكده. عصاية طويلة وصغيرة نعدي نعدي. ايه فرد ده؟ ايوه صح، برافو شطور. ميم ميم ده ميم فين الميم؟ اكتب ميم، هنا. اكتب اي حد. تقر يلا يا تقر بير اكتبي بعد على اذنك. السطر تقر كلمي لوني كله. دافع ولي والله. حرف الألف. اكتب ب هلوين ب ب اكتب ب كمل كمل. يبي فايدة النون. يلا هنكتب مع بعض نرجع تاني الحروف اللي احنا خدناها قبل كده. اول حرف كنا واخدينه مع بعض كان اسمه ايه؟ كان اسمه الف. كنا بنكتبه ازاي؟ عصاية طويلة واقفة على السطح وفوق راسها همزة. طب والهمزة كنت بكتبها ازاي؟ نصف دائرة شرطة مائلة. طب وخدنا بعد الالف حرف ايه؟ خدنا حرف الميم. بكتب حرف الميم ازاي؟ دائرة صغيرة فوق السطح، شرطة مائلة على السطح، وعصاية طويلة تحت السطح. طيب وبعد حرف الميم خدنا حرف ايه؟ خدنا حرف الباء. بكتبه ازاي حرف الباء؟ سنة صغيرة امشي على السطح، واطلع كده سنة صغيرة واحط نقطة تحتها. طيب وبعد الباء خدنا حرف الفاء. خدنا حرف ايه؟ الفاء. بكتب حرف الفاء ازاي؟ دائرة صغيرة فوق السطح، سنة صغيرة امشي واطلع تاني سنة صغيرة واحط نقطة فوق راسها. طيب بعد الفاء خدنا ايه؟ خدنا حرف النون. بنكتب حرف النون ازاي؟ نصف دائرة كبيرة نازلة تحت السطح وطالعة تاني ونقطة فين؟ نقطة في بطنها. طيب بعد النون خدنا حرف اسمه ايه؟ لام. اسمه ايه؟ لام. كنت بكتب حرف اللام ازاي؟ عصاية طويلة نصف دائرة. طيب بعد اللام كنا واخدين حرف ايه؟ اخر حرف خدناه لغاية دلوقتي حرف الحاء. اسمه ايه؟ حاء. بكتب حرف الحاء ازاي؟ شرطة نايمة فوق السطح، نصف دائرة كبيرة تحت السطح. طب احنا النهاردة عايزين ناخد حرف جديد. الحرف الجديد بتاعنا اللي احنا هناخده النهاردة اسمه ايه؟ اسمه راء. اسمه ايه؟ راء. تعالوا معانا نشوف بعض، شوف شكل حرف الراء ده شكله عامل ازاي وبعد كده نكتبه مع بعض. ده شكل حرف الراء بتاعنا. طب بنكتب حرف الراء ازاي عشان هنكتبه مع بعض دلوقتي؟ سنه صغيره نازله تتزحلق تحت السطر. هنكتبه ازاي؟ ادي السطر بتاعنا هنا، ادي السطر بتاعنا هنا. هكتب حرف الراء ازاي؟ سنه صغيره وسط قوية السطر ونازله تتزحلق تحت السطر. طيب حرف الراء كده شكله ايه؟ شكله صحيح ولا شكله المشبوه وهو مادة ذراعه؟ كده شكله صحيح. طب حرف الراء لو مادة ذراعه عشان يعمل ايه؟ عشان يمسك اصحابه هينفع نمد ذراع حرف الراء؟ لا، عشان حرف الراء حرف شكل زي حرف الالف، ما بيمدش ذراعه للحرف اللي بعده. ليه؟ احنا بنغني اغنيه ايه؟ اللي يجي قبليه يتفضل يمسك فيا، طب واللي يجي بعديه ملوش دعوه بيا. يعني شكله ايه وهو مشبوه بقى كده يا كدوان؟ هيبقى الحرف اللي قبله مادة ذراعه ايه؟ بعد كده اكتب شكل حرف الراء، سنه صغيره ونازله تتزحلق. طيب راء، صوت الراء ازاي؟ هنطقه ازاي؟ ر ر ر زي ايه؟ زي راء رم، راء رم. وايه كمان؟ راء رجل، راء رجل. وايه كمان يا كيديون؟ راء ريشه، راء ايه؟ ريشه. وراء رمان، راء رمان. طيب احنا كده عرفنا شكل حرف الراء وهو صحيح وهو مشبوه. طيب تيجوا نكتب مع بعض اشكال حرف الراء التانية. احنا عارفين ان كل حرف اللي عندنا ليه اربع اشكال. اول شكل
ونازله تتزحلق تحت السطح، زي كلمه ايه؟ زي كلمه رقص، زي كلمه رجل. زي ايه؟ ادي الكلمه على اول الكلمه ر ر ر ر ر ر الف وعليها همزه رقص سين. ده شكل حرف الراء وهو في اول الكلمه. طب والشكل الثاني بتاعه ايه؟ وهو في وسط الكلمه، زي كلمه كره. زي كلمه ايه؟ كره. طب ده شكله ازاي؟ هيبقى الحرف اللي قبله ماده زراعه ايه؟ اول حاجه ايه؟ هنكتب كاف. حرف الكاف هيبقى ماده زراعه ايه؟ وبعد كده هكتب الراء ماسكه فيه كلمه صغيره ونازله تتزحلق، وبعد كده تاء مربوطه. يعني شكل حرف الراء وهو في وسط الكلمه، حرف اللي قبله ماده زراعه، بعد كده اكتب حرف الراء. طيب كده باقي شكلين. باقي شكلين ايه؟ في شكلين احنا قلنا في اخر الكلمه. شكله في اخر الكلمه ازاي؟ زي كلمه طن. طيب هو حرف الراء قلنا ليه ليه شكلين في اخر الكلمه؟ عشان ممكن يبقى قبله حرف شائي وممكن يبقى قبله عادي حرف مش شائي. طب لو قبله حرف عادي زي بتاعنا هنا زي كلمه طن، اول حاجه تاء ميم وميم ماده زراعه ماسكه في الراء، فهيبقى اخر الكلمه نفس شكله في وسط الكلمه عشان الحرف اللي قبله هيبقى ماده زراعه. طيب ولو قبله حرف مش شائي زي كلمه ايه؟ زي كلمه احنا خدنا حرف بكده مش شائي، شائي قصدي زي ايه؟ زي الالف. طيب لو قبله حرف الالف زي كلمه فقر، ادي الفاء والالف. الالف بنت زراعه الحرف اللي بعدها؟ لا، عشان هي حرف ايه؟ شائي. طيب الراء مش هتبقى ماسكه فيها، يعني هكتب الراء ازاي؟ سنه صغيره والناس بتتزحلق تحت السطر. كده شكل حرف الراء في اول الكلمه، وكده هنا شكله في وسط الكلمه زي كلمه كره، وشكله في اخر الكلمه لو قبله حرف عادي مش حرف شائي زي الميم ده هيبقى الحرف اللي قبله ماده زراعه. طب لو قبله حرف شائي زي الالف هيبقى الحرف الراء هينزل بشكله الصح. دي اول حاجه احنا خدناها النهارده. طيب احنا بعد الحركات هنعمل ايه؟ بعد الاشكال عندنا الاصوات، الحركات القصيره. طيب احنا اول حركه عندنا شكلها ايه؟ عندي حرف الراء اول حركه معايا، لو انا كتبت حرف الراء اهو وكتبت فوقه شرطه مايله فوق الحرف اسمها ايه؟ فتحه. اسمها ايه؟ فتحه. طيب راء فتحه هعمل ايه وانا بفتح؟ ما انا هعمل فتحه. فتحه راء راء فتحه راء. ينفع اقول راء؟ ما ينفعش. ليه؟ عشان هي حركه قصيره. راء فتحه راء رقص، راء فتحه راء رقص، وراء فتحه راء كمان، راء فتحه راء رجل، راء فتحه راء رجل كمان، راء فتحه راء رم، راء فتحه راء رم. كده شكل حرف الراء وهم فين؟ في اول الكلمه مع حركه الفتحه. اتفقنا يا كيشو؟ الحركه اللي بعدها اسمها ايه؟ لما هكتب حرف الراء وتحته شرطه مايله، يبقى ايه؟ شرطه مايله تحت الحرف اسمها ايه؟ كسره. بقي هيعمل ازاي وانا بقول الكسره؟ راء كسره ري، راء كسره ري، راء كسره ري ايه؟ بتقول ايه؟ ريشه. راء كسره ري ريشه، راء كسره ري ريشه. وايه كمان؟ كسري. احنا قلنا رجل. طيب لو هو رجل بس مش واحد بس هم كتير، را كسري رجال، را كسري رجال. طيب الحركه اللي بعدنا بعدها عندنا اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ضمه. اسمها ايه؟ ضمه. هعمل ايه؟ ضم فمي. را ضمه رو، را ضمه رو. طيب را ضمه رو ايه؟ را ضمه رو رمان. وايه كمان؟ را دمارو رمح، را دمارو رمح. طيب كده بقى حركه ولا اتنين؟ احنا قلنا كل حرف كام حركه؟ اربعه. اول حاجه عندنا الفتحه كسر الضمه، باقي حركه ايه هي؟ سكون. احسنتم.
طيب حركة السكون بتيجي على حرف أول الكلمة ولا في وسط الكلمة؟ في وسط الكلمة. قلنا ليه بتيجي في وسط الكلمة؟ عشان هي حركة ضعيفة ما ينفعش أبدأ بيها الكلمة. طيب حركة السكون بتعمل إيه في الحرف؟ بتوقف صوت الحرف. أحسنتم، أنا سامعين وعاملين شاطرين جدا. بتعمل إيه؟ بتوقف صوت الحرف. يعني أول حرف الراء إزاي هو سكون؟ هتوقفه إزاي؟ راء سكون راء راء سكون راء زي كلمة إيه؟ زي كلمة برج. زي كلمة إيه؟ برج. وزي كلمة إيه كمان؟ زي كلمة كرب. زي كلمة إيه؟ كرب. زي كلمة إيه كمان؟ في كلمة تمام؟ زي كلمة إيه؟ ما فيش، إحنا خدنا الدور صح. كلمة برج، كلمة كرب. اتفقنا؟ كده إحنا خدنا حرف الراء أول ووسط وآخر الكلمة، وخدنا حرف الراء مع حركة الفتحة، راء فتحة راء، راء فتحة راء، وإيه كمان؟ الحرف اللي بعدها راء كسرة ري، راء كسرة ري. وإيه اللي بعدها؟ الضمة، را ضمة رو، را ضمة رو. وآخر حركة عندنا السكون، هقولها إزاي؟ را سكون را، را سكون را. طيب مين هيعمل معايا تدريبات على حرف الراء؟ دي تبع يا نعمل تدريبات معانا على حرف الراء. طيب احنا خدنا الحركه بتاعتنا، يعني المفروض لما انطق الحرف مع الحركه واسمع صوته اعرف هي كلمه ايه اللي هتعمل مع انهي حرف. طيب احنا قلنا دي صوره ايه؟ صوره رمل، صوره رمل. طيب وانا بقول را 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 را، يبقى را ضمه ولا را فتحه؟ را را رمل. احسنتم، را فتحه، بعمل دايره على را فتحه. طيب ودي كلمه ايه؟ روم. انا طبعا حرف الراء ازاي؟ رو 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 روم. طب رو يعني كسره ولا ضمه؟ رو يعني ضمه، يعني هعمل دايره على راء ضمه. احسنتم. طب ودي صوره ايه؟ رم. صوره ايه؟ ريشه. انا طبعا حرف الراء ازاي دلوقتي؟ ري ري ري، يبقى ايه؟ فتحه ولا كسره؟ كسره. احسنتم، يبقى هعمل دايره على راء كسره ري ريشه. طيب يعني مع بعض تدريب تاني، دي صورة ايه؟ رجل. دي صورة ايه؟ رجل. يبقى انا هحط حرف ايه عشان ابدا بيه الكلمة؟ را را را، يبقى حرف الراء. هكتب حرف الراء ازاي على السطر زي ما اتفقنا؟ سنة صغيرة واصلة لغاية السطر ونازلة تتزحلق تحت السطر، را. طيب دي كلمة ايه؟ برج. هو أول حاجة بقى انا قطعها بو بو ب عليها ضمه، احنا كاتبينها. طيب ايه الحرف اللي بعدها؟ بر ر ر ر سكون. احسنتم، واحنا قلنا حرف هيمسك الحرف اللي قبله ولا لا؟ يمسك الحرف اللي قبله مش بيمسك الحرف اللي بعده عشان هو حرف شقي. طيب هو بقى بكلمة زراعه، هاجي انا من عند زراع الباء على سنه صغيره صغيره ونازله تتزحلق تحت السطر. احسنتم. في ريشه ر ر ريشه. يلا اعملي خلاص. ركزي معايا، يلا نرجع مع بعض على الحروف اللي احنا بدأنا نراجعها من الاول. طيب انا عايزه اعرف الحرف واعرف يا ماما واعرف الحرف بتاعها اسمه ايه. دي صوره ايه؟ رجل. را 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 را. نركز مع بعض، اول حرف نطقنا ايه؟ حو حو حو. حاء. احسنتم، هكتب هنا حرف ايه؟ حاء. بكتبه ازاي؟ شرطه دائمه فوق السطر، نصف دائره كبيره تحت السطر. عندي نقاط؟ حرف ايه؟ راء. عندي نقاط؟ ما عندوش. احسنتم، طب هي الحركة اللي انا طقطها اسمها ايه؟ حو. يعني عملت ايه؟ يعني طقطت الضمة مع الحاء، اكتب الضمة فيها. طيب ودي صورة ايه؟ ريشة. لسه واخدينها صورة ايه؟ ريشة. يعني انا طقطت حرف ايه؟ ري ري ري. راء كسرة. راء سنة صغيرة ونازلة بتزحلق تحتها كسرة. طيب ودي صورة ايه؟ لحم. صورة ايه؟ لحم. ها لا لا لا. صورة ايه؟ حرف ايه؟ لام. احسنتم، طب لام ايه؟ لام فتحة.
كده نازله تحت السطح وطالعه تاني واحط نقطه في بطنها. طب انا نطقت حرف الفتح ولا الكسره؟ يبقى فتحه فتحه فوق حرف النون. طيب ودي صوره ايه؟ بنت. احسنتم، صوره ايه؟ بنت. طيب انا هكتب حرف ايه؟ بي 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 باء. باء ايه؟ فتحه ولا كسره ولا ايه؟ طما باء كسره. هكتب الباء سنه صغيره، امشي امشي على السطح واطلع بسنه واحط تحتها نقطه. احسنتم. بعد حتى الباء احط حركه الكسره. طيب الكسره عندنا دي صوره ايه؟ صوره فراشه. صوره ايه؟ فراشه. نطقت حرف ايه؟ ف ف ف ف. احسنتم. طيب انا نطقت ف ف، يبقى فتحه. احسنتم. اكتب حرف الف ليلة صغيرة، سنة صغيرة، أمشي أمشي وأطلع بسنة صغيرة وأحط نقطة فوق راسها وأحط حرف إيه؟ فتحة. أحسنتم، ممتازين. خلاص. طيب أنا عايزاكم دلوقتي، أنا عارفة إن أنتوا مش معايا وأنتوا وحشوني أصلاً جدا، بس إحنا لازم مش هينفع نشوف بعض الوقت ده. إيه عايزين وإحنا قاعدين في البيت اللي إحنا عملناه دلوقتي مع بعض نذاكروا تاني كتير كتير ونقعد نفتكر الحاجات القديمة اللي إحنا رجعنا عليها ونكتب مع بعض ونعمل الواجب ده كله. اتفقنا يا كيد جمعة؟ هستناكوا تاني. اتفقنا؟ هقابلكوا تاني. مع السلامة. Thank you.